عندي سؤال إذا أمكن. نعم. دائما نسمع الحديث مع الأصحاب يردون علي الحوض، يعني يطردون من الحوض، مو نقطع محاط وتقدرون يعني. نعم. بس عندي سؤال، النبي الأكرم يعلم بقتل حسين حفيده عليه السلام، ويعلم بظلم الإمام علي من بعده من أصحابه، فش عجب ما يعرف بارتداد أصحابه؟ هذا الشيء ليش ما اخفي عنه إلى أن يرد الحوض؟ الله يعلم به من الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو تساؤلي، أنا دائما أسمع الحديث ويعني تبادر إلى ذهني هذا السؤال، أريد التعليل المنطقي إلى يعني. نعم أحسنتم، إن شاء الله يجاوبكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بما يحدث على أمته أو على بنته وعلى وصيه وعلى صبطيه من بعده، فلماذا حديث الحوض الذي يقول ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك؟ هذا سؤال الأخت أم محمد من النجف، لماذا يسأل الرسول صلى الله عليه وآله لا يعلم ما أحدث بعده؟ لا، هو يعلم صلى الله عليه وآله، أما هذا لإتمام الحجة، كما أن الله عز وجل الآن يعلم كل أمورنا، لماذا يحاسبنا ويسائلنا يوم القيامة؟ لماذا؟ ويطلب منا أن نشهد على أنفسنا، ما هو السبب؟ حتى نقر على أنفسنا وتتم الحجة، وإلا الله عز وجل يقدر ما يحاسب أحد أصلاً، خلاص مباشرة لا قيامة ولا شيء، يعني ما نحتاج بعد حساب وكتاب وإلى آخره، خلاص خذوا هذا إلى الجنة وخذوا هذا إلى النار، الله أعرف بنا من أنفسنا. لا، هذا لإتمام الحجة حتى الخلائق كلهم يشاهدون.